نشرة مفصلة من أخبار الـ MTV، أهلا بكم. حوار بعبدة غدا برسم التأجيل بعد إعلان المعارضة اللاجدوى من الحوار مع من لا يريد الحوار في بند الاستراتيجية الدفاعية. في المقابل لفت استعراض رئيس الجمهورية جملة صيغ حكومية في وقت تتداول في الأروقة السياسية صيغة حكومة سداسية لا تحمل أي من المسميات التي يتحفظ عنها الأفرقاء، مهمتها رعاية السلم الأهلي والتحضير للانتخابات والإشراف عليها. وقد اقترح لرئاستها النائب بهية الحريري ولعضويتها محمود بري، تيمور جنبلاط، إبراهيم نجار، إدجار معلوف ومروان شربل. بالتوازي عاشت البلاد أمس إضرابا عاما وتستعد اليوم لليوم الثاني. في مصر تجددت صباح الأربعاء الاشتباكات بين معارضي مرسي وقوات الأمن، وكان سجل مساء الثلاثاء سقوط مزيد من الإصابات، البداية مع اليوم الأول من إضراب الأساتذة في تقرير لهنادي رحمي. تجدد مشهد الإضراب شبه الأسبوعي في القطاع التعليمي، وتجدد معه مشهد التفاوت في نسب الالتزام بين المدارس الرسمية وتلك الخاصة التي بدورها تنوعت بين ملتزم وغير ملتزم. ما في دولة بدون موظفين دولة يا أخوان. هيئة التنسيق النقابية جددت بدورها مشهد الاعتصام أمام وزارة التربية، مطالبة بالإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب بدون تقسيط، وإلا فمزيد من التصعيد. بدي أقول للوزراء اللي خبطوا إيدهم على الطاولة وقالوا لقد نفذ الاتفاق، أين أصبح الاتفاق يا معالي الوزراء؟ الرئيس مياطي عم يقول نحن مأمنين 120% من السلسلة. إذا أنت بدك تحاور على شو بقى يا دولة الرئيس؟ الحكومة قدام مأزق فعلي. بكرة بعد الظهر على مجلس الوزراء أن يأخذ قرار، إما بحيل السلسلة إما بيأخذ قرار آخر وبيتحمل مسؤولية هذا القرار قدام الشعب اللبناني. ما حنطلع من الشارع إلا ما يعطونا حقنا. كل رواتب الموظفين والأجرة بالقطاعين الرسمي والخاص كلهم سوا ما بيتجاوزوا 20% من الناتج المحلي، وهذه أدنى نسبة مئوية بالعالم كله، بدول العالم كله. لما بتنعطى الزيادة على هالنسبة ما بتعمل تضخم. لحاكم مصرف لبنان بدنا نقول له اللي بنحترمه، نحن طلبناك بتطبيع عملة وتوزيعها على الناس، لا، نحن كل اللي طلبناه بدنا نجيب من جيبة الغني لندفع لجيبة الفقير. الموظفون التزموا بالإضراب اليوم وسيلتزمون غدا للتعبير عن غضبهم وسخطهم من سياسة المماطلة والتأخير في إحالة السلسلة دون تقسيط إلى المجلس النيابي. الاعتصام أمام وزارة التربية سيقام آخر شبيه به الأربعاء أمام مبنى التفئة، على أن تستمر التحركات إلى حين تحقيق المطالب، وسط تشديد دائم على وحدة هيئة التنسيق خارج أي هيمنة سياسية. وفي موازاة اعتصام المعلمين أضرب موظفو الإدارة العامة واعتصموا أمام مقر عملهم، تقرير لهيثم خوند. التزام كامل بالإضراب عبر عنه موظفو الإدارات العامة الذين استجابوا لدعوة هيئة التنسيق النقابية مقفلين مقر عملهم من الشمال مرورا بأقضية جبل لبنان وصولا إلى صيدا وصور، ومعتصمين أمامها للمطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب وتحصيل حقوقهم. الاعتصام المركزي في بيروت كان أمام مبنى التفئة حيث تجمع العشرات مهددين بالتصعيد والإضراب المفتوح. نبدأ بالتحرك تدريجيا وذلك حفاظا على مصلحة المواطن، لأن نحن في موظفي الإدارة العامة وفي الروابط التعليمية حريصين على المواطن وحريصين على مصلحة الطالب قبل كل شيء، فلذلك التحرك تدريجي. نحن نفاوض الحكومة منذ 14 شهرا لنصل إلى إضراب يومين، ولكن أقول لك اليوم أن صبرنا بدأ ينفذ. وإلى جانب موظفي الإدارات العامة تنقل عدد من معلمي المدارس الرسمية والخاصة والمهنية بين اعتصامي وزارة التربية والتفئة. بأكد لك يعني بدون تفاخر وبكل ثقة أنه الالتزام بالتعليم المهني بكافة المدارس والمعاهد على كافة الأراضي اللبنانية التزام 100%. يعني كل المدارس كل المعاهد ملتزمة الرسمة ملتزمة بالإقفال ومتجاوبة مع قرار هيئة التنسيق النقابية. أنا بدي أحكي عن بعض المدارس اللي عم تعمل لهم شانتاج للأساتذة، والأساتذة اللي غصب عنهم مش عم بيقدروا يشاركوا معنا، وأنا بستحي إنه زملائي ما يشاركوا بالإضراب، وما بفهم كيف مؤسسة تربوية
فيها تعمل هال هالشانتاج هال تجبرهم تعمل ضغط عليهم بلقمة معيشهم لا يجوا يشتغلوا. لا يبدي المعتصمون تفاؤلا كبيرا بإمكان إقرار سلسلة قريبا، متهمين الحكومة بإدارة الأذن الصماء لمطالب شعبها والتلهي عن أمورهم بزواريب السياسة التي لا تقدم ولا تؤخر. اللجنة المركزية للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي دعت خلال مؤتمر صحفي إلى إقفال باب التعاقد بشكل نهائي للتعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي، إضافة إلى إقفال ملف رفع بدل ساعة التدريس بما يضمن إعطاء الحقوق العادلة للمتعاقدين. كما طالب الأساتذة بضرورة تحييد القضايا المطلبية والعمالية عن زواريب السياسة الضيقة. طاولة الحوار الخميس بحكم المؤجلة و14 أذار على موقفها من عدم المشاركة، تقرير لدونيز رحمي فخري. لن تشارك 14 أذار في طاولة الحوار المقررة الخميس، وبالتالي فإن الجلسة مرجحة للتأجيل إلى أجل غير مسمى، وتفيد أوساط القصر الجمهوري أن قرار رئيس الجمهورية بالتأجيل لن يعلن إلا بعدما يتم التأكد من عدم اكتمال نصاب الهيئة، وبالتالي قد لا يعلن قبل الخميس. وحتى المبادرة الجملاطية التي ترى فيها قوى 14 أذار الكثير من النقاط السياسية التي تلتقي معها يبدو أنها لم تنجح في إقناع بالعودة إلى الحوار قبل استقالة الحكومة. من ألغى عمليا إعلان بعبدة؟ لماذا لا يلتزم حزب الله بإعلان بعبدة؟ إعلان بعبدة كان يقول بحياد لبنان، فأرسل الطائرة لمصلحة إيران فوق إسرائيل. أين هو الحياد؟ فإذا هناك مشكلة بصراحة، مشكلة مصداقية حزب الله على طاولة الحوار. فبالتالي أصبحت بوجهة نظري على الأقل، لا أتكلم الآن باسم 14 أذار، طاولة التكاذب الوطني. هذه طاولة التكاذب الوطني بالإذن من فخامة الرئيس، فخامة الرئيس له كامل احترامنا ويسعى جاهدا، ولكن هذه الطاولة لم تعد لديها أي مصداقية، لأن حزب الله لم يلتزم بأي شيء منذ 6 سنوات ونصف حتى الآن. يرفض فتفة الاتهامات التي وجهها جملاط إلى فريق 14 من أذار، لكنه يعتبر أن نجاح المبادرة متوقف على قبول حلفاء جملاط بما تضمنته. مدى قدرة حزب الله على الموافقة على هذا الكلام، وقدرة حتى حلفاء حزب الله، يعني بالأمس تيار وطني الحر تبرأ من الموضوع كليا. هل الرئيس بري موافق على إلغاء الجيش والشعب والمقاومة الذي طلب به والجمهور؟ هل الرئيس بري موافق على إرسال المتهمين إلى المحكمة الدولية؟ هل الرئيس بري موافق على الحياد؟ هو قال أنه الرئيس بري بالتحالف معه، يعني لذلك أسأل هذه الأسئلة. أنا أعتقد أن الرئيس بري في مكان آخر، هو يدرك أن الرئيس بري في مكان آخر، الرئيس بري في 8 أذار بالكامل وليس حياديا بأي شكل من الأشكال. 14 أذار لن تذهب إلى الحوار، لكنها باقية على التواصل اليومي مع رئيس الجمهورية، ومن غير المستبعد أن تزور بعض هذه القوى قصر بعبد الخميس، ولكن خارج إطار طاولة الحوار المؤجل مبدئيا. رئيس الجمهورية يعلن أن تغيير الحكومة سيطرح على طاولة الحوار، لكنه لن يتناول شكلها، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. أسف رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان لاعتماد المقاطعة للحوار، فبحسبه المقاطعة حق ديمقراطي، لكنها حق يتم اللجوء إليه استثنائيا وفي ظروف استثنائية قاهرة. موقف الرئيس نقله عنه أعضاء الهيئة الإدارية في نادي الصحافة، حيث أكد أمامهم أن الأطراف المعنية لا نية لها بالمشاركة بطاولة الحوار المقبلة، وإنما هي ستأتي إلى الحوار إن لم يكن غدا فبعد غد. ورأى رئيس سليمان أن ربط موضوع الحكومة بالحوار مسألة خاطئة، قائلا إذا كان هناك رغبة بتغيير الحكومة فلماذا لا يأتون إلى طاولة الحوار ويعلنون ذلك مباشرة ويسمعون الجواب أيا كان الجواب. وأضاف هناك 3 أفكار حول شكل الحكومة العتيدة، فإما تكون حكومة وحدة وطنية، وإما حكومة أكثرية، وإما حكومة حيادية. ومن هنا فإن ما ينبغي طرحه على طاولة الحوار هو مسألة تغيير الحكومة، وليس البحث في شكلها وتركيبتها وتفاصيلها، لاعتبار أن هذا الأمر ليس من شأن طاولة الحوار، بل يتعلق بصلاحيات دستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفق الاستشارات التي نص عليها الدستور. ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه لن يوقع على أي قانون لتمديد عبثي لولاية مجلس النواب، وسيستعمل صلاحياته الدستورية في هذا الصدد. وبشكل
بشأن الانتخابات النيابية، أكد سليمان أنها ستتم في موعدها أيا كانت الظروف، وقال في حال التأجيل فإنه لن يتم إلا لوقت قصير لا يتعدى الشهرين أو ثلاثة، وذلك حصريا لأسباب تقنية تتعلق بمناقشة مشاريع القوانين المطروحة. وفيما يتعلق باقتراع اللبنانيين في الخارج، شدد الرئيس سليمان على أن لا مجال للتراجع عنه أيا كانت المبررات وأيا كان القانون. وحول إيحاء وزارة الخارجية بأن عدد المغتربين المسجلين غير كاف، قال هذه الحجة مرفوضة، ويجب أن يقترع المغتربون حتى وإن انحصر عددهم بعشرة. الكاردينال الراعي أكد من المطار أن قانون 60 أصبح كقميص عثمان، وبسببه وصل اللبنانيون إلى ما وصلوا إليه، لكنه دعا إلى عدم تأخير الانتخابات حتى لو حصلت على أساس 60. أنا عمال بقول إذا ما عملوا قانون جديد، قانون 60 بعده قانون، المهم ما نأجل الانتخابات. إذا كان بدها تتأجل لأن قانون 60 بعده زيته، نحن نفضل الاستحقاقات الدستورية تبقى، ونحن كل قيمة لبنان هو تداول السلطة. عال برافو عليهم المسؤولين إذا كانوا مسؤولين، برافو عليهم إذا شافوا إنه قانون 60 بده تعديل وعدلوا، وإذا ما قدروا عدلوا لازم تحصل الانتخابات مبدئيا بوقتها، وما يكون في زريعة حتى نأجل ونأجل، حفاظا على تداول السلطة وحفاظا على الديمقراطية بلبنان. كشف مصدر دبلوماسي عربي لصحيفة السفير عن عدم حماسة المملكة العربية السعودية للدعوة إلى الحوار هذه المرة، على عكس المرات السابقة، لا بل إقدامها على الطلب من حلفائها، ولا سيما الرئيس سعد الحريري، عدم التجاوب مع دعوة الحوار. وقال المصدر إن الموقف السعودي من حكومة ميقاتي اتسم بحدة شديدة إذا اشترطت الدوائر السعودية استقالة حكومة ميقاتي للمشاركة في الحوار. إلى ذلك ذكرت الجمهورية أن ميقاتي تبلغ تكرارا قبل زيارته الباريسية وفي أثنائها وبعد عودته من سفراء الدول الكبرى تشديدهم على ضرورة وضع التغيير الحكومي على نار حامية، وأن المعارضة السلمية والهادئة يجب ألا تعطيه انطباعا بأن استقالة الحكومة باتت وراءه. وأكد السفراء أنه بمقدار ما يحصل تسريع في عملية التغيير، بمقدار ما تبقى تداعيات الأحداث محصورة ويبقى الوضع الأمني مضبوطا. هذا وذكرت الأخبار أن ميقاتي سئل عما إذا كان منزعجا من المواقف التي تطلق من مخيم اعتصام طيار المستقبل أمام دارته في طرابلس، فرد مبتسما: أضع في أذني قطنا حتى لا أسمع، وأعطيت تعليماتي بأنه إذا أراد المعتصمون أن أمرر لهم كابلات كهرباء من منزلي لإنارة خيمهم فأنا مستعد. رئيس مجلس النواب يدعو بحضور الرئيس الأرميني إلى الحوار من دون انتظار مصير سوريا. وصل رئيس جمهورية أرمينيا سيرج ساركيسيان زيارته الرسمية إلى لبنان، وفي يومها الثاني شكل قصر عين التيني المحطة الأبرز لها، فهنا استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري على وقع تحية عزفتها سرية موسيقى الأمن الداخلي، إضافة إلى النشيدين الوطنيين الأرميني واللبناني، ثم استعرض سرية من التشريفات في شرطة مجلس النواب. بداية اجتمع بري مع ساركيسيان، ثم انضم إليهما لاحقا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتكريما لرئيس جمهورية أرمينيا أقيمت مأدبة غداء جامعة، إذ حضرها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب حشد سياسي لم تغب عنه قوى 14 من أذار، هذا إضافة إلى سفراء وقيادات أمنية وعسكرية ورؤساء هيئات قضائية وإدارية ونقابية، مناسبة لم يمررها بري من دون تجديد الدعوة إلى طائف وحوار وتفاهم حول الخلافات. تأكيدا على أنه لا بديل لصيغة الحوار، ندعو لبنانيا بوجود هذا الضيف العزيز، هذا الضيف الشريك عبر الطائفة الأرملية الكريمة لبنانيا، ندعو إلى اتفاق الطائف وإلى طاولة الحوار، تضع نصب أعينها أن السلاح هو فقط للدفاع عن الوطن، وأن من كانت إسرائيل عدوه فهو عدو كاف، وإلى صياغة تفاهم حول المواضيع المتنوعة والمصدرة للخلافات، ودون انتظار لمصير سوريا الذي لن يتكرر بالانتحار على النحو الجاري بل بالحوار أيضا.
من جهته أعرب الرئيس الأرمني عن قلقه تجاه مصير الشعب السوري، داعيا الأرمن السوريين إلى النضال في سبيل إعادة السلام في أسرع ما يمكن. أما لبنانيا فنوه ساركيسيان بالخطوات الرامية إلى إقامة الحوار. نحن واثقون من أن الحكم الجماعي للفئة السياسية العليا في البلاد والخطوات العملية التي يتم القيام بها والرامية إلى الحوار الثنائي وإقامة جو الثقة المتبادلة لن تسمح بأن يتعرض لبنان لهزات جدية. وكان الرئيس الأرمني زار كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس وجامعة هيغازيون، ومساء التقى ساركيسيون بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك نيرسيس بيدروس 19 في دير سيدة بزمار، حيث شارك كذلك في حفل افتتاح المركز الثقافي والصلاة الجديدة لمكتبة الدير برعاية البطريرك ووزيرة الثقافة الثقافة الأرمنية. وفد من قوى 14 أذار ضم النواب أنطوان زهرة، جمال الجراح وأمين وهبي زار قطاع غزة تضامنا وتأكيدا أن الدفاع عن القضايا العربية ليس حكرا على أحد. النائب زهرة تحدث للإم تي في من غزة. سمعنا برئيس الحكومة سيد إسماعيل هنيجي وبوفد من السلطة التشريعية استقبلونا بمقل السلطة التشريعية، استضافونا على مأدبة غداء، فمنقل تضامننا مع أهل غزة، تأييدنا لقضيتهم المحققة شعب فلسطيني، وتهنئتنا لأدعون على وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة عدوان إسرائيل الأخير على غزة، عدوان الأيام الثمانية الأخيرة، ومناشدتهم باسم قوى 14 أذار وقيادتها أن يتمسكوا بوحدة الموقف السياسي الفلسطيني، لأنه أقصر طريق لتحقيق مطالبهم المشروعة بإقامة دولتهم. وإن كان هناك من يؤشر إلى أننا نتقرب من فريق على حساب آخر فهو واهم، وكل الرسالة اللي قلناها رسالة تأكيد على ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني. كيف كان التجاوب مع زيارة 14 أذار؟ في أكد أنه بالنسبة لنا كما أبلغنا من قبل اللي استقبلونا أنه يوم تاريخي وزيارة تاريخية بالنسبة للطرفين، حملونا سلامات وتحيات خاصة لقيادات 14 أذار بالاسم الرئيس الحريري، الرئيس سنيورة والدكتور جعجع، كما واتفقنا على استمرار التواصل والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين إن شاء الله. تجددت الاشتباكات الأربعاء في ميدان التحرير بين قوات الأمن والمتظاهرين ضد مرسي الذي يواجه أكبر أزمة سياسية منذ توليه الرئاسة. تقرير لهشام مهران. مصر فوق صفيح ساخن، مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير في مليونية للثورة شعب يحميها، الهدف إسقاط الإعلان الدستوري الذي حصن به الرئيس المصري قراراته ومجلس الشورى ولجنة الدستور ضد أحكام القضاء. نحن أمام الآن تأسيس حقيقي جاد لمشروع الدكتاتور والنظام قمعي، مش هنقبل هذا الكلام. تحركات الرئيس لاحتواء الأزمة زادتها اشتعالا بعد فشل اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى، حيث اكتفى الرئيس بالتأكيد أن تحصين قراراته سيكون مؤقتا حتى نفاذ الدستور وسيقتصر على الأعمال السيادية فقط. لا تعديلات على إعلان الدستور. شكرا جزيلا. نتائج رفضها قضاة مصر مؤكدين استمرار تعليق العمل بالمحاكم وبدء اعتصام مفتوح، بينما أصرت القوى السياسية التي شكلت جبهة الإنقاذ الوطني على رفض الحوار مع الرئيس حتى إلغاء ما وصفته بالإعلان الدكتاتوري. أما جماعة الإخوان المسلمين فقد أثرت حقن الدماء وأجلت مليونيتها الداعمة للإعلان الدستوري. تحصين في الإعلان الدستوري اللي صدر من الرئاسة هو تحصين مؤقت لفترة لا تزيد عن الشهرين، بمجرد ما يصدر الدستور هيجب الإعلان الدستوري الصادر. وعلى بعد خطوات من ميدان التحرير اشتباكات متقطعة بين متظاهرين يقذفون الشرطة بالحجارة لترد عليهم بقنابل الغاز، مخلفة مئات المصابين بينهم 200 من الشرطة ذاتها. وفق محللين سياسيين فإن أكثر من 80 عاما من سعي جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة توجت بانقسام حاد في المجتمع المصري حول سياساتهم بين قوى إسلامية مؤيدة
وقوى مدنية تنتفض مجددا رفضا لما تعتبره ديكتاتورية جديدة. هشام مهران، MTV، القاهرة. اعتبرت واشنطن أن الوضع في مصر غير واضح، مقللة من مخاوف أن يصبح مرسي حاكما ديكتاتوريا، مجددة مطالبتها بإنهاء المأزق الدستوري. وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند إن التشاور يتواصل مع مختلف الأطراف لفهم كيفية تقييم الوضع هناك. سمع صباح الأربعاء دوي انفجارين في جرمانة في ريف دمشق، مقاتلو المعارضة يسقطون مروحية بصاروخ أرجو، ومدفيديف يؤكد من باريس أن موسكو لا تقيم علاقات مميزة مع الرئيس الأسد. المعارضة المسلحة تواصل المعارك في المدن الاستراتيجية، أما هدفها فالعاصمة دمشق، وباتت بعض فصائل المقاتلين المعارضين على تخوم العاصمة، غير أن القوات النظامية تحشد أقوى عناصرها وأشدهم ولاء للنظام في دمشق. المقاتلون المعارضون استخدموا للمرة الأولى صاروخا مباشرا أرجو مضادا للطيران لإسقاط مروحية عسكرية كانت تشارك في قصف منطقة في ريف حلب، كما استولوا على مقر كتيبة للدفاع الجوي على بعد 15 كيلومترا جنوب شرق مدينة حلب، وقتلوا وأسروا عناصر من القوات النظامية وسيطروا على أسلحة وذخائر. في المقابل شنت المقاتلات السورية غارات جوية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى عند معصرة زيتون قرب مدينة إدلب، كما قصفت المقاتلات قاعدتين لمقاتلي المعارضة قرب الحدود مع تركيا. في هذا الوقت طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السورية بوقف فوري لاستخدام القنابل العنقودية البالغة الخطورة والتي تحضرها معظم الدول. وسط هذه الأجواء ورغم الانقسام الحاد بين روسيا والدول الغربية بشأن الملف السوري، التقى رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس وبحثا الأزمة السورية. بعد الإعلان لغز عرفات في قبره. أعلنت الشرطة النيجيرية أن أجنبيين يعملان في ورشة في منطقة دلتا النيجر النفطية جنوب نيجيريا خطفا على يد مسلحين، في حين أوضحت وسائل إعلام محلية أن المخطوفين لبنانيان. فتح قبر عرفات وتأكيد فلسطيني على التوجه إلى الجنائية الدولية إذا ثبت أنه مات مسموما. سعيا لكشف لغز وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، انطلق كباش إسرائيلي فلسطيني من نوع آخر مع محاولات الجانب الفلسطيني إثبات مسؤولية إسرائيل عن وفاة الرئيس الراحل. فصباح الثلاثاء فتح قبر أبو عمار بحضور 3 قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق في القضية، وأخذت عينات من رفاته تم تسليمها إلى الخبراء الدوليين الذين سيقومون بتحليلها في بلدانهم. وعلى الأثر أقيمت مراسم عسكرية أمام الضريح، حيث وضع عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين على رأسهم رئيس الوزراء سلم فياض أكليلة من الزهور عليه. من جانبه أعلن رئيس اللجنة الفلسطينية الملجأة التحقيق في القضية اللواء توفيق الطيرابي أن السلطة الفلسطينية تعتزم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال ثبت أن عرفات مات مسموما، ولفت إلى أن هذه القضية ستكون الأولى لفلسطين بعد حصولها على الاعتراف الدولي بدولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة. والآن إلى ساندرين والأخبار الرياضية. مرحبا ساندرين، شو عنا أخبار؟ اليوم الأخبار الأبرز كرة قدم، كان في أكيد بالبطولات الأوروبية مباريات عديدة رح نحكي عنها. تفضلي. البداية مع كرة القدم وتحديدا المرحلة الـ 14 من الدوري الألماني، حيث ضيع بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني فرصة تقليص فريق النقاط عن المتصدر بايرن ميونخ بعد تعادل مفاجئ على أرضه امبارح أمام فورتونا دوسلدورف بنتيجة 1-1. إشارة أنه بهالتعادل رفع دورتموند رصيده لـ 26 نقطة، وأعطى بايرن ميونخ فرصة توسيع الفريق لـ 11 نقطة في حال فاز مساء اليوم أمام فريبرغ. من جهة تانية ما استفاد شالكي المصنف ثالث بالترتيب العام من تعادل دورتموند، بل حقق مفاجأة تانية بخسارته أمام هامبورغ 3-1.
إشارة أنه بباقي البطولات الأوروبية حقق لاتزيو روما فوزه الثامن هالموسم بالدوري الإيطالي بعد ما فاز على ضيفه أودينيزي 3-0. بإسبانيا وتحديدا ببطولة الكوبا ديل ري جدد ريال مدريد فوزه على الكويانو من الدرجة الثالثة 3-0. أما بفرنسا فتأهل سانتيتيان للدور نصف النهائي من كأس الدوري الفرنسي بعد ما فاز على باريس سان جيرمان بضربات الترجيح 5-3. بالNBA استضاف هيوستن روكيتس مساء امبارح فريق تورونتو بأمل مواصلة مشواره الجيد بعد انتصارين على التوالي. شهدت المباراة تألق لاعب هيوستن جيريمي لين اللي سجل 16 نقطة و10 تمريرات حاسمة لتنتهي المواجهة بفوز فريقه بفارق 17 نقطة بواقع 117-107. ننتقل لإنجلترا حيث احتفل امبارح فريق ريد بول بمقره الرئيسي بميلتون كينز بفوز سيئو سيباستيان فيتل بلقب بطولة العالم للفورميلا 1 لعام 2012. هذا الفوز الثالث على التوالي للفريق بلقب بطولة العالم للسيئين والصانعين اللي اختتمت منافساتها بالبرازيل يوم الأحد الماضي. ويعد السيئ الألماني فيتل البالغ من العمر 25 سنة أصغر سيئ بنيل لقب بطولة العالم لثلاث مرات. أما سيئ الفريق الآخر مارك ويبر فساهم بفوز ريد بول بلقب بطولة الصانعين بعد ما نيل لقب جران بري موناكو وبريطانيا وحل سادس بالترتيب العام. محليا نظم الاتحاد اللبناني لجيو جيتسو بطولة لبنان بالسبمشن فايتينج بمشاركة واسعة من 8 أندية اتحادية بكل الفئات حتى عند السيدات. برعاية اللجنة اللبنانية لرياضة الجوجيتسو وضمن إطار نشاطاته أقيمت بطولة لبنان بالسبميشن فايتينج وذلك بنادي الكاونتري لودج بحضور الأمين العام للاتحاد اللبناني للتاي بوكسينج الأستاذ سامي إبلاوي ورئيس لجنة السريح الأبيض الأستاذ أنطوان برداويل بمشاركة أكثر من 40 لاعب ولاعبة من 8 أندية اتحادية. وتميزت المباريات بمستوى راقي وبروح رياضية عالية وتضمنت أيضا لقاء نسائي حيث تميزت فيه اللاعبتين كريستين مطر وإيزابيل منصور. وبأبرز النتائج عند الرجال وزن تحت 60 ديدي رزق كان بالمركز الأول وزن 60-69 كيلوغرام كان بول عالم الأفضل ب 69-77 روي دكروب ب 77-86 محمد فخر الدين ب 86-95 محمد كركي وفوق 96 محمد فرحات. وبترتيب الأندية حلب المركز الأول نادي شوغان أمام نادي التقني ونادي الكابيتال بالمركز الثالث. هذا كان كل شيء بأخبارنا الرياضية روبير العودة لك. شكرا ساندرين. ختاما إلى عليم برومانا بهيلة وأحوال الطقس. مرحبا. الأجواء الصافية المستقرة اللي بلشنا فيها الأسبوع رح تستمر معنا اليوم وبالأيام الجاية. اليوم نهارنا صافي ومشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة ببعض المناطق وأجواء باردة بالليل وين ما كان. اتجاه الرياح الشمالي غربي الحرارة على الساحل بتتراوح بين 24 و 25 درجة، على الجبال بين 10 وال 21، أما بالداخل فبتتراوح بين 19 وال 20 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء خفيف، البحر هادي والجو مثل ما ذكرنا صافي ومشمس. كيف الطقس اليوم ببعض المناطق وضيعة اللبنانية منشوف بهالجولة من الجو ومننطلق من منجز 20 درجة طرابلس 24، 20 درجة ببطرة مكفر عبيدة 24 درجة بيت شليلة 14، 21 درجة بالأعقور دير القمر 21 وطقسنا مشمس وصافي بكافة المناطق، مارون الراس 20 كمان 20 درجة بدير ميميس 17 درجة بخربة أنفار عين برداي 20 والختام بالأعمى 20 درجة. لمحة سريعة عن طقس بقية هالأسبوع، اليوم الأربعاء بتسجل حرارة 25 درجة بنهار وطقسنا مشمس وصافي بتستقر على هالشكل، لنهار الخميس طقسنا بكمل مشمس وصافي نهار الجمعة ونهار السبت مع 24 درجة. من بعد هالجولة على طقس لبنان بنختم نشرتنا بجولة سريعة على طقس بعض المدن حول العالم وتفاصيل أكثر عن طقس الأيام الباقية من الأسبوع بتابعوا أكيد بنشرتنا الجاية. شكرا ألين. النشرة انتهت، جميع العاملين فيها يشكرون لكم حسن المتابعة أينما كنتم. تابعوا دائما أخبار الام تي في على تويتر ام تي في لبنان نيوز، على فيسبوك ام تي في لبنان وام تي في.com.lb. إلى اللقاء.